السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي في الله، كيف أحوالكم؟ نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. نتمنى أن الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال وأموركم مزيانة يا ربي يا كريم. اللي ما مزوجاش الله يجيب لها شي راجل اللي تهلا فيها ويكون سند ليها، اللي وقف على طلاق ولا عندها ديو الله يوقف معاها ويفتح مشاكلها بخير وعلى خير. اللي ما عندهاش الدرية الله يرزقها الدرية الصالحة يا ربي يا كريم. اللي عندها شي مشاكل الله يفك مشاكلها بخير وعلى خير. الله يطمركم ويعمركم بعمارة مكة والمدينة، والله يستركم من مستر لسان بين سنان، والله يحفظكم يا ربي يا كريم، والله ينجيكم من الآفات، والله يعطيكم ما نويتو في خاطركم يا ربي يا كريم يا مجيب الدعوات، والله يعطيكم شي خبزة سهلة معجنوها شيدين. سمحوا لي الحبيبات ديال على هذا الغياب، راه غفش عليكم صراحة، ولكن فقط الظروف يعني صحية، بالإضافة إلى وفاة الطفل الشهيد رايا الله يرحمه ويوسع عليه والله يجعله في الميزان المقبول بالنسبة للوالدين ديالو يا ربي يا كريم. المهم باش ندخلوا في الوصفة البنات، وباش باش ما نتعطاش عليكم اليوم ان شاء الله باذن الله تعالى غنعطيكم واحد الوصفه كتجنن، سهله وغير مكلفه، والاول مره غادي نصرح بها في اليوتيوب، في المنصه ديال اليوتيوب غنصرح بها والاول مره، واي اول وحده غادي ديرها هي انا، بغيت نشاركها معكم. وصفه 100% ناجحه باذن الله تعالى بدون تشكيك، لانها مجربه، غتخلي الراجل يحماق عليك، يحماق يحماق بمعنى الكلمه، غادي يهيج عليك وتنوضي فيه العافيه وتخليه بلا نعاس، غادي تبقاي تباني له في ما مشى في ما ولا، غادي تبقاي تباني له غير انت غير تهني ما يرتاح وما يتهنى في خاطره حتى يرجع ليك وهو بين يديك. اقسم يا البنات حتى تصدموا من هذه الوصفه ومن النتيجه ديالها، غنقول لكم واحد الحاجه، هذه فقط هذه الوصفه هذه غنعطيها لكم فقط في خاطر دوك البنات اللي كيطلبوني عافاك عافاك اختي زهره، شي وصفه اللي تكون سهله وتكون يعني راه بور كبير راه معذبني راه مغضضني راه مخليني كنتعذب راه مشى وخلاني، راه الله يحسن العوان، انا اقسم بالله العلي العظيم البنات الا حاسه بكم حاسه بكم، حنا راه عيالات كاملات وحنا راه عندنا العاطفه وكنبغوا من قلبنا وكنتعاملوا من قلبنا، ولكن راه الله يهدي ما خلق، هادشي اللي غنقول لكم الله يهدي ما خلق. ف ان شاء الله يا ربي يا كريم غادي ديري له غير هاد الوصفه وغتخليه يسهر وغتخليه يعني يرجع ليك، واخا يكون نافر منك واخا يكون غضبان عليك واخا يكون ما عرفش يعني خنافرو للسماء، ان شاء الله غادي تنزل لك واريه وغادي تنازل وغادي يرجع بين يديك وغادي ترجع العلاقه ديالكم احسن من الاول ان شاء الله. فقط البنات تبعوا هادشي اللي غنقول لكم، التفاصيل المملة ما تنقصوا منها حتى حاجه، الحاجه اللي ما قلت لكم نقصوها ما تنقصوهاش، اذا قلت لكم زيدوا زيدوا الحاجه كيف ما قلتها لكم ديروها، الله يجازيكم بالخير والله يسر لكم الامور. المهم البنات كما كتشوفوا قدامي كاينه واحد يعني واحد كاسرونه بحال هكا مقلات، غادي نحتاجو الحبيبه ديالي غادي نحتاجو الزعزع، الزعزع البنات هو هذا، شتو اللي ما كيعرفش الزعزع هو هذا، كنهزو منه غير واحد شويه بسم الله. دائما البنات الا بغيتو ديروا شي وصفه سموا الله سبحانه وتعالى باش تكون البركه في الوصفه، تكون فيها البركه، لان الحاجه ملي كتسمي الله سبحانه وتعالى راه كتكون فيها البركه وكتنجح لك باذن الله تعالى. المهم كيف ما قلت لكم كنهزو المقلات كنديروا فيها شويه ديال الزعزع غير واحد شويه، راه كيف ما قلت لكم، ثم بعد ذلك كنزيدوا الملحه كيف ما قلت لكم الحبيبات ديالي، كنزيدوا شويه ديال الملحه شويه ديال الملحه على هكا غير شويه شويه من الزعزع وشويه من الملحه غير شويه البنات. وكيف ما كنقول لكم دائما سموا الله سبحانه وتعالى وتوكلوا على الله، راه غادي يرجع ليك هو مشتاق ومهووس وما يعرف شنو طاري ليه، غير تهنى يرتاحي
نقولها لك وما يبقاش فيك الحال، الامور غادي تقاد باذن الله تعالى، غير الانسان ينوض ويتقعد من بلاصتو ويخدم ويسبب الراسو، راه ان شاء الله ما يكون غير الخير. الانسان يسبب الراسو حين الله سبحانه وتعالى كيقول لك سبب عبدي وانا نعاونك، ماشي انت ناعسه، لان السحر كاين، السحر حق، العين حق، الناس المغيره المحسده راه كاينين، هادشي كله كاين، ماشي تقولي اه حكمت حكا راه ما كاين اللي دار لي حتى حاجه. يقدر انك تكوني غير متخطيه من شي بلاصه، يعني دايزه من شي بلاصه ودستي على شي حاجه هي ما مديوراش لك انتي، مديوره لواحد اخر، ولكن دستي عليها انتي راه غتلصق فيك انتي، والامور ديال حياتك كلها غتولي متعسره. كتقولي انتي اشنو الحاجه اللي واقعه، كتلقاي بعض البنات مع الدراري كيكونوا بخير، الحب بيناتهم كلشي بخير وعلى خير، شويه الامور ما بقاتش كتقاد، كيقول لها انا راه ما بقيتش مرتاح معاك. هادشي راه ما جايش من يعني واحد الصدفه، وانما عنده اسباب راجعه ليه، لهذا الله يجازيكم بالخير سببوا، ماشي بالضروره انا كنقول لكم اجي ديروا هادشي اللي كنقول لكم انا، بامكانك انك تسبي عند اي واحد، الله يسهل عليكم، الله يفتح عليكم ابواب الخير. انا الغرض عندي هو انكم تكونوا بخير وفرحانين وناشطين في حياتكم. المهم الملحه والزعزع كنديروهم شويه غير شويه شويه بحال هكا في شي مقلات، كنشعلو شي النار، كنهزو هاد المقلات هادي كنديروها فوق نار مهيله، نار مهيله، وكنخلو ان هاد المكونات هادو يتحرقوا، وانت كتبقى تدوري يعني كتبقى تحركيهم بشي هكا قيعات ولا شي ورقه ولا شي كوشاره، المهم ملعقه ولا المهم اللي بغيتي كتحركي فيهم باش انها ما تلصقش لك في الكاسرونه او في المقلات. المهم من بعد الحبيبه ديالي ما حدهم هما كيتحرقوا، انت كتقولي هاد العزيمه هادي، يا الملح يا المليح، يا اللي ما تخنزر ما تريح، ويا الزعزع يا اللي زعزع العقول والقلوب، ويلا غاب الحبيب على حبيبته يتفزع، راني ما نحرقش فيكم، نحرق في قلب فلان ولد فلانه، وطلبي ليكم بسيط، خلو فلان ولد فلانه يبكي ويصيح. غادي نعاود العزيمه، يا الملح يا المليح، ويا اللي ما تخنزر ما تريح، والزعزع يا اللي زعزع العقول والقلوب، ويلا غاب الحبيب على حبيبته يتفزع، راني ما نحرق فيكم، نحرق في قلب فلان ولد فلانه، وطلبي ليكم بسيط، خلو فلان ولد فلانه يبكي ويصيح. هاد العزيمه كتعاود ثلاثه ديال الخطرات، ثلاثه ديال المرات كتعاود هاد العزيمه، هو كيتحرق. من بعد الحبيبه ديالي ملي غادي تحرق هاد المكونات هادو بجوج، كتخليهم على جانب حتى كيبردوا، كيبردوا ثم كنحتاجو من بعد ملي كيبردوا كنحتاجو نفاخه، نفاخه او بالونه، ومن لا يعرف البالونه غايجيكم هاد الشيء غريب، ولكن راه صراحه انا البنات راه اقسم بالله الى الغريب في الامر ان هاد الوصفه هادي من انجح الوصفات، هي في الحقيقه كدار بطريقه اخرى، الطريقه اللي كدار بها هي ان كتهزي مثلا هذا هاد المكونات كديرهم في شي هكا في شي توب، يكون توب، وكديريه في الرجل ديال الطير، والطير كيطير بها. لكن الاسهل والاجمل والانجح هي انك تهناي، ما تحتاجي طير، ما تحتاجي والو، خلي الطير يطير على راسو بلا ما نعذبوه، غادي نهزو غير بالونه نفاخه، وكنهزو هاد المكون هذا البنات، وكنحاولوا اننا نديروه وسط النفاخه، كنحاولوا اننا نهزو هاد المكون ونعمرو به النفاخه. المهم انا دابا راه كنقول لكم الطريقه، نتوما راه غتهزو شي كوشاره ولا شي حاجه او شي ملعقه وغتعمرو هاد النفاخه هادي. ملي غتعمرو هاد النفاخه هادي البنات غتهزوها وغتنفخوها، ها هي، ها هي منفوخه، شفتو ها هي النفاخه منفوخه يا البنات، كتنفخوها ومن وسطها راه كاين المكون الزعزع والملحه اللي هما محروقين،
ملي كتنفخيها كتسديها مزيان، كتسديها مزيان وكتكتبي فيها داكشي اللي بغيتي نتيا. مثلا بغيتي هاد الشخص هذا يهيج عليك، كتقولي تهيج فلان ابن فلانه، غير فلان ابن فلانه بلا ما تكتبي سميتو، بلا ما تكتبي الاسم ديال الام ديالو، لان النيه ابلغ من العمل. داكشي راه كديري في راسك وفي النيه ديالك، تهيج فلان ابن فلانه، وكديري داكشي اللي بغيتي. واش بغيتي تقفيه تقاف الربط الجلب تحرقي قلبو، حرق قلب فلان ابن فلانه، طير العقل، يعني كتكتبي العشق، كتكتبي داكشي اللي انتي باغيه في هاد فلان ولد فلانه اللي انتي باغيه. ثم كطلعي للسطح، كطلعي للسطح بالليل يعني من مورا العشاء، ملي كتكون القمره كطلعي ان شاء الله بالليل، كتهزي هاد النفخه ديالك وكطيريها في السماء، كطيريها في السماء، وانتي كتقولي هاد العزيمه، هاد العزيمه البنات حتى هي كتعاود ثلاثه ديال المرات، انا غنقولها لكم. العزيمه البنات هي صيفطكم يا الملاح، الملاح هنا كنقصدو به الملحه والزعزع، صيفطكم يا الملاح الارض بعيده، تحركوا الروح الروحانيه اللي ساكنه في قلب فلان ولد فلانه بالفقصه والهيجان على محبه فلانه بنت فلانه، حتى يولي طوع يديا وحر لساني، ما ينعس وما يرتاح تجيبو سر الركبه والراس. غنعاود، صيفطكم يا الملاح الارض بعيده، تحركوا الروح الروحانيه اللي ساكنه في قلب فلان ولد فلانه بالفقصه والهيجان على محبه فلانه بنت فلانه، حتى يولي طوع يدي وحر لساني، ما ينعس ما يرتاح حتى يجيبو سر الركبه والراس. ايوا ها حنا سالينا الوصفه، والو ما فيها والو، سهله، وبغيتكم كلكم انكم تجربوها. اللي عندها شي تساؤل مرحبا في التعاليق، كنحط لكم البنات الجيميل ديالي اللي بغات تواصل معايا باش نخدم ليها الخدمه ديالها، مرحبا وسهله بكم كامله، لان طلبات كثار وبزاف الناس كيصيفطوا ليا، ماشي اي واحد راه كنجاوب البنات، لان راكم كثار تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن. فالوصفه هي هذه، اللي عندها شي تساؤل كتبوا ليا. نهار الخميس بالليل ان شاء الله كيف ما قلت لكم غطلعي السطح من مورا العشاء، وطيري النفخه اللي من وسطها الزعزع والملحه من بعد ما يبردوا، لانهم الا ما بردوش درتيهم في النفخه غادي النفخه غتخرب، وطيريها وطيري مع عقل فلان ولد فلانه اللي كتبغي واللي محرر لك عيشتك واللي مخليك بلا نعاس، غير ارتاحي وتسناو ان شاء الله الامور كلها غادي تتقاد باذنه تعالى. وتهلاو ليا فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.